معنا من القامش لمراسلة أخبار الآن روناك شيخي، مرحبا بك معنا روناك. آخر التطورات في معركة الرقة وحملة غضب الفرات لديك، تفضلي. نعم أحمد، دخلت حملة غضب الفرات الشهر الخامس على التوالي، حيث بقي من المدينة حوالي 15% تحت سيطرة داعش، أما 85% فهي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تتركز الاشتباكات ومنذ عدة أسابيع غربا في حي النهضة وشمالا في حي الأسرار، كما تدور الاشتباكات حول محيط المشفى الوطني الذي يتحصن فيه داعش، حيث استولت قوات سوريا الديمقراطية على الكثير من مقراتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لهم. نعم، وماذا عن عدد القتلى؟ يعني آخر الأخبار التي وردتنا روناك 38 قتيل من أفراد تنظيم داعش وستة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، هل لديك أي أرقام إضافية أو إحصاءات جديدة أعلن عنها من قبل قوات سوريا الديمقراطية حتى اللحظة؟ طبعا أحمد، في الفترة الأخيرة كانت هناك الكثير من محاولات التسلل إلى المناطق المحررة من مدينة الرقة، ونتيجة لذلك قتل العديد من عناصر التنظيم، ربما يكون العدد أكبر من ذلك حيث قتل منهم العشرات، بالإضافة إلى مقتل العديد من قوات سوريا الديمقراطية. شكرا جزيلا لك روناك شيخي مراسلة أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من القامشلي.